أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا ومتابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم صارت أجواء مستقرة في أغلب مناطق المملكة باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية، حيث أعطى الزخات متفرقة من الأمطار. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول الليلة شديدة البرودة، أي الليلة القادمة درجة الحرارة تكون حول الصفر المئوي خلال ساعات فجر يوم الأربعاء في أغلب مناطق المنطقة الوسطى. استمرار فرصة زخات الأمطار في جنوب غرب المملكة وارتفاع على درجات الحرارة في المنطقة الوسطى والشرقية اعتبارا من يوم الخميس. صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم متوسطة الارتفاع في المنطقة الجنوبية، كانت بشكل في أغلبها غير فعالة. بالمقابل انتشرت كميات من الغيوم المتوسطة والركامية فوق المنطقة الجنوبية الغربية، عملت على هطول زخات من الأمطار. باقي المناطق شهدت أجواء صافية بشكل عام بسبب سيطرة لمرتفع جوي في كافة طبقات الجو. نتحدث الآن عن درجات الحرارة المتوقعة من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة. يوم الأربعاء تبقى درجات الحرارة أقل بقليل من المعدلات يعني مثل هذا الوقت من العام في المنطقة الوسطى والشرقية والجنوبية. أجواء باردة نسبيا خلال ساعات النهار لكن شديدة البرودة خلال ساعات الليل. كما ذكرنا درجات الحرارة ستكون حول الصفر المئوي في منطقة حائل أجزاء من القصيم. العاصمة الرياض ستسجل درجات حرارة قد تكون ما دون الخمس درجات مئوية فقط. لكن اعتبارا من يوم الخميس، مساء يوم الخميس ويوم الجمعة، تقترب كتلة هوائية باردة من منطقة بلاد الشام وشرق البحر المتوسط تعمل على انخفاض كبير وحاد على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية من المملكة، يقابل ارتفاع قليل على درجات الحرارة في المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض. خرائط توزيع الأمطار المتوقعة من يوم الأربعاء وحتى يوم السبت. تبقى المنطقة الجنوبية الغربية تشهد حالة ضعيفة من عدم استقرار جوي يوم الأربعاء، تستمر هذه الحالة الضعيفة يوم الخميس لكن تتراجع بشكل كبير خلال يوم الخميس. لكن اعتبارا من مساء يوم الخميس ومع اقتراب الكتلة الهوائية الباردة من شرق البحر الأبيض المتوسط، تعبر جبهة هوائية باردة المنطقة الشمالية ووصولا حتى المنطقة الوسطى من سواحل البحر الأحمر، حيث تتكاثر الغيوم الماطرة بشكل متفرق من منطقة المدينة المنورة، منطقة جدة، مكة المكرمة ووصولا حتى منطقة الحدود الشمالية ومرورا بغرب منطقة حائل. فرصة الأمطار تبقى مستمرة خلال يوم الجمعة، تتراجع في المنطقة الشمالية مع انخفاض كبير وحاد على درجات الحرارة كما ذكرنا في المنطقة الشمالية بفعل الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لمنخفض جوي تتأثر بمنطقة بلاد الشام. التوقعات الجوية لهذه الليلة في العاصمة الرياض 6 درجات مئوية فقط، طقس شديد البرودة في العاصمة الرياض هذه الليلة، الملموسة 5 درجات، الرطوبة 61% والرياح تكون جنوبية معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض، توقعات الجوية للثلاث أيام القادمة يوم الأربعاء 18 درجة مئوية كحرارة عظمى الصغرى 8 درجات، يوم الخميس ارتفاع واضح على درجات الحرارة 22 درجة مئوية كحرارة عظمى الصغرى 11، ويوم الجمعة المزيد من الارتفاع 25 إلى 14 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.